الخطوة الأولى أنه حيكون عندها رقم متعارف بين الجهازين مسبقاً بطرق أخرى غير البلوتوث، وهو الرقم البنكي. الخطوة الثانية حيكون عندنا الجهاز الأول باستخراج رقم عشوائي وإرساله إلى الجهاز الثاني في رسالة واضحة وغير مشفرة في كلير تكست. الجهاز الأول والجهاز الثاني حيقومون باستخراج الكينيشال عن طريق استعمال الرقم العشوائي والبنكي. الماني ذا بدل أتاك هنا حيقوم بالاستحواذ على الباكت المرسل أو الرسالة المرسلة في النص الواضح عن طريق استعمال تولز معينة، وهذا حيعطيه الرقم العشوائي، وحيقوم بالاستحواذ على البنكي عن طريق السوشيال انجينيرينج، وهي طرق احتيال على البشر عن طريق الإيميل أو عن طريق التواصل المباشر أو عن طرق أخرى، وهذا حيعطيه الأشياء اللازمة لاستخراج الكينيشال بنفس الطريقة المتبعة في الجهاز الأول والجهاز الثاني. الخطوة الثانية هنا أنه الجهاز الأول حيقوم باستخراج رقم عشوائي خاص به، وحيقوم بالإكسور مع الكينيشال، وهذا طريقة تشفير بسيطة، وحيرسل الكومبو كيتو اللي هو عبارة عن الرقم العشوائي المستخرج والكينيشال إكسور مع بعض. الجهاز الثاني حيقوم بنفس العملية، ولكن حيقوم باستعمال أو استخراج رقم جديد خاص به، حيستعمل الكينيشال إكسور، وهذا حيعطينا الكومبو كيتو. المان ذا ميدل اتاك هنا حيقوم بالكابتشر للباكتس المرسله بينهم اللي هو الكامبو كي 1 والكامبو كي 2، حيستعمل الكي انيشال اللي هو مستخرج بالخطوه السابقه، وهذا حيعطيه ال كي راند 1 وال كي راند 2 اللي هو الرقم العشوائي الخاص بالجهاز الاول والرقم العشوائي الخاص بالجهاز الثاني، عن طريق استعمال نفس الطريقه اللي هو استعمال الكي انيشال اكس اور، وهذا يعطيه اللي هو الكي انيشال اكس اور مع الكامبو كي، حيعطيه الناتج اللي هو ال كي راند 1، والكي انيشال اكس ار مع الكومبو كي 2 حيعطيه ال كي راند 2 الخاص بالجهاز الثاني. الخطوه الثالثه هنا انه الجهاز الاول حيقوم باستعمال ال كي راند 1 اللي هو الرقم العشوائي المستخرج في الخطوه السابقه، وحيستعمله مع الادرس او العنوان الخاص بنفس الجهاز، هذا حيعطيه ال كي 1. الجهاز الثاني حيقوم بنفس العمليه لكن بالمعلومات الخاصه به، اللي هو حيستعمل الرقم العشوائي المستخرج في الخطوة السابقة الخاص به، حيستعمل الادرس او العنوان الخاص بنفس الجهاز، وهذا حيعطيه الكيتو. هنا عشان الجهاز الاول يستخرج الكيتو ايش حيسوي؟ حياخذ الكومبو كي اللي هو المرسل له من الجهاز الثاني، الكومبو كي 2، حيسوي له اكس اور مع الكي انيشال، حيعطي له الناتج اللي هو ال كي رام 2 اللي هو المرسل في الخطوة هذه السابقة، وحيستعمل الادرس حق الجهاز الثاني عن طريق سكاننج او طرق اخرى، وهذا حيعطيه الكي 2 اللي هو مستخرج الجهاز الثاني. بكل بساطه الجهاز الثاني حيستعمل نفس الطريقه عشان يستخرج الكي 1، اللي هو حياخذ الكومبو كي 1، حيسوي له اكس اور مع الكي انيشال، وحياخذ الادرس حق الجهاز الاول اللي هو الجزء على اليسار، وهذا حيعطيه المعلومات الكافيه عشان يسوي استخراج الكي 1. المان ذا ميدل اتاك هنا عنده خطوة واحدة يسويها، اللي هو حيسوي سكان على الادرس حق الجهاز الاول وعلى الادرس حق الجهاز الثاني، وهذه الطريقة هو في الخطوة السابقة استخرج الارقام العشوائية للجهاز الاول والجهاز الثاني، حيستعمل الارقام العشوائية حق كل جهاز مع الادرس حقه، حيطلع الكي 1 وحيطلع الكي 2. الخطوة الاخيرة عندنا هنا اي احد عنده الكي 1 والكي 2 حيسوي لهم اكس اور، حيستخرج الكي لينك اللي هو الكي او الرقم او المفتاح الاخير المستعمل عندنا اللي هو حنستعمله فعليا في عملية البيرنج بروسس بين الاجهزة.